خلينا كمان واحنا بنتكلم على الشق المهم جدا بيكون دايما المراقبه الدوليه، علشان كده طبعا احنا معانا دلوقتي على الهاتف واحنا بنتابع سير المراقبه الدوليه معانا الاستاذ ايمن عقيل، وهو منسق البعثه الدوليه للمراقبه على سير العمليه الاستفتائيه. استاذ ايمن اهلا بحضرتك، ويعني قول لنا بقى اخر التطورات فيما يخص سير العمليه الاستفتائيه. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، صباح الخير عليكم. صباح النور. يمكن احنا من امبارح طبعا حتى اليوم اعتقد المتابعين ناموا ساعات قليله، لان تحركت البعثه بالامس في فجر يوم 20. اشتغلنا في 14 محافظه، كان معانا 330 لجنه في ال 14 محافظه بنتابع عليها، ومعانا 33 فرقه، كل فرقه مكونه من 2 من المتابعين ومعاهم مترجم. احنا نزلنا بيانين كان فيها شهاده على ما تم رصده، كان ابرزها طبعا فكره المشاركه السياسيه والحشد، وان كان هناك يعني كثير بيجوب الشوارع بسيارات وبمكبرات صوت وبلافتات تدعو للمشاركه. كذلك ايضا تسهيل عمليه دخول اللجان للاستفتاء. البعثة ثلاث منظمات الدوليين قبلوا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، شرح لهم الإجراءات كلها، وكان هناك كمان استجابة سريعة من الهيئة الوطنية بالأمس حينما رجال الأمن منعوا أحد المتابعين الدوليين، وكان وعدنا رئيس الهيئة أن لو حصل أي حاجة تكلمونا، وبالفعل تواصلنا مع الهيئة وتم تذليل كل العقبات لدخول اللجان ولمتابعة مدى توافر المعايير الخاصة بالحرية وبالنزاهة. أبرز شيء كان بالأمس هي فكرة المشاركة حتى في شمال سيناء، رغم أن احنا طبعا لم نرسل متابعين دوليين لسيناء، لكن لدينا هناك منسقين محليين كانوا بيمدونا بكل الأخبار وبالحشد وبالناس أمام اللجان للإدلاء بصوتهم ورأيهم فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية. وبالفعل كان هناك إقبالا، وده طبعا يعني الإقبال ده أكيد في منطقة زي دي تحديدا اللي هو شمال وسط سيناء، ده بيتهيألي بيؤكد على يعني قوة الأمن والأمان في مصر. أكيد طبعا بكل تأكيد. طب استاذ ايمن، يمكن الخبير الحقوقي اللبناني رياض عيسى اشاد بدور حضرتك تحديدا وقال ان عاملين دور محترم جدا. اعتقد احنا عندنا اكتر من 69 متابع دولي، عايز اعرف من حضرتك ارائهم ايه، هل ارائهم زي استاذ رياض عيسى ولا لا؟ ايه اهم الطلبات اللي طلبوها من حضراتكم؟ المتابعين اللي انتشروا في المحافظات كان مهمتهم سهله، لان الشريك المحلي للمتابعين والمحليين قدر ان هم يوفر لهم كل الامور اللوجستيه، كذلك شرح البعد السياسي والبعد الامني والبعد الاقتصادي والبعد التشريعي والظروف التاريخيه اللي بتمر بيها مصر، كمان كانت مهمه ان احنا نشرح لهم كتفسير لبعض المظاهر اللي موجوده في الشارع المصري. اشادوا بفكره مشاركه المراه وكبار السن في اليوم الاول من ايام التصويت على الاستفتاءات، لدرجه ان شركائنا في اوغندا اشادوا بده واصدروا تصاريح صحفيه ان هم ازاي يستفيدوا من التجربه المصريه وينقلوها لاوغندا، كذلك شركائنا في كينيا لديهم استفتاء في القريب في خلال الاشهر القادمه. البعثه كمان هتتحول من بعثه مؤقته الى بعثه دائمه لمتابعه كل الاستحقاقات الانتخابيه والاستفتاءات في المنطقه. أستاذ أيمن، احنا عرفنا انه كان من يعني في تساؤل من قبل المراقبين الدوليين عن مظاهر الاحتفال او مظاهر احتفال المصريين وتعبيرهم عن فرحتهم يعني من امام اللجان، كان ايه الرد او كان التوضيح ايه؟ احنا وضحنا لهم ان الشعب المصري بطبيعته سواء في ايام الحزن او الفرح هو بيعبر عن ده بالغناء، يعني في الثوره في الحرب في الفرح كل ده بنعبر عنه بالغناء. ده نمره واحد. نمره اثنين، ان الاستفتاء على التعديلات الدستوريه كان له بعض المعارضين سواء في الداخل او في الخارج كانوا رافضين لهذه التعديلات الدستوريه، وكان هناك بعض التحليلات اللي كان من الواجب ان احنا نوضحها للناس. الاستفتاء غير الانتخابات، لان الاستفتاء هو انك بتستفتي الشعب المصري اما على موضوع معين زي التعديلات الدستوريه او كان على شخص معين فيما مضى. طب يا فندم، ايه اوجه الاعتراض على عمليه الاستفتاء من البدايه زي ما حضرتك ذكرت دلوقتي، مع العلم ان الاستفتاءات على الدستور يعني عمليه تمت لاكثر من العديد من المرات في تاريخ الولايات المتحده وتاريخ فرنسا وتاريخ دول كثيره، يعني المفروض ان دي حاجه كدول يعني كدول اوروبيه يعني حصلت عندهم، مش حاجه مش اختراع يعني. ليه لما مصر
اللي جاءت تعمل تعديل على الدستور كان في اعتراض. لا، هو الاعتراض مش من المتابعين طبعا، احنا كنا بنفسر للمتابعين ليه موجود طيارين موجودين، حد بيقول نعم وحد بيقول لا. تمام. اما ما يتعلق بالمنظمات المعترضه او بعض المعارضين السياسيين اللي موجودين في مصر او اللي موجودين خارج مصر، اللي هم بيعترضوا على الاستفتاء، على التعديلات التشريعيه او على التعديلات في مجملها، واللي البعض منهم حضر الحوارات المجتمعيه والبعض رفض انه يحضر، والبعض حضر برضه لقاءات اعلاميه والبعض رفض انه يحضر، فبالتالي احنا وضحنا للمتابعين الدوليين هذا الخلاف حتى لا ينساقوا وراء بعض الاخبار اللي يمكن ان تنشر هنا او هناك او يسمعوا عنها، فمهم ان يكون لديه الوعي عشان يقدر يميز. وبالتالي الحمد لله المجموعه عندنا لديها قدره ولديها كفاءه ولديها وعي كمان، ومهمتنا محدده فيما يتعلق بمدى توافر المعايير الدوليه لحريه ونزاهه الاستفتاءات والانتخابات، وهم لا يتدخلوا في اي عمل سياسي، لكن احنا وضحنا لهم المظاهر اللي بتدور حواليهم حتى لا ينجروا وراء بعض الاكاذيب او الشائعات. نعم. طب استاذ ايمن، اخيرا انا عارف ان حضرتك بتطلعوا بيان يومي بكل فعاليات اليوم، اهم النقاط اللي حضرتك رصدتوها امبارح في البيان امس في اول يوم. احنا رصدنا في العديد من المحافظات طبعا فكرة السيارات والمواكب اللي بتدعو للمشاركة، كذلك في المحلة، في الشرقية، في القاهرة. رصدنا ظاهرة النساء وكبار السن وإقبالهم على عملية المشاركة، سلاسة الوصول إلى اللجان، الدور الخاص في الأمن باستثناء الواقع اللي أنا ذكرتها لحضرتك في محافظة الإسكندرية. دي كلها اللي احنا رصدناها في خلال اليوم الأول. كل شكر للأستاذ أيمن عقيل.